بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. نرجع إلى الآية السادسة في سورة لقمان عليه الرضا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم اللي سبب نزول هذه الآية قرشي اشترى جارية لتغني له يسجد له ويزيد طهورته مع الرحمة. شوفوا عقلية الكرم، يشري المرأة لأن جارية تخدم فيه إذن سنو غير ذلك أي خدمة وتغني له باش نسيب ربي. والغناء عموما هو عمل شيطاني لكي الناس يكونوا من اللاهين لا من المؤمنين المطيعين الخاشعين لله. وهذا على غالب التوانسة في الحالة دي عبر تاريخهم، هذا مش شيء جديد. أعطيك شوية هكا رنة تلقاهم كل مجتمع ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم، حتى المقعد فيهم يعمل إشارة اللي يحب يشاركهم في الشطيح والرديح. ما لا يشتعوا ومع المحارم تخدم بعزم من شيطان الرجل. يعني هو لا يريد بالإنسان إلا التوريط والخسران المبين. نسأل الله السلامة.